السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الذي أخصه بالأفعال، يعني كيفية صرف الأفعال. هنا مع التمرين الأول exercise 1 put the verbs between brackets in the correct form، يعني أن نضع الأفعال بين قوسين في الشكل المناسب. إذا نبدأ بالجملة الأولى، I think you can finish do this test in 30 minutes، يعني أعتقد بأنك تستطيع أن تفعل هذا أو أن تقوم بحل هذا التست، يعني الامتحان في 30 دقيقة، صور في 30 دقيقة. إذا السر كلمة السر الكلمة هي finish، okay. إذا عندما نرى الفعل finish والفعل يخصو يتبعو خصو يكون in the gerund، صافي خصو يكون gerund form. Good. Number two، you should be، okay. إذا should هي كلمة السر أو كلمة المفتاح. You should be very careful، يجب أن تكون ماذا حذر جدا. إذا should من بين models، ومودلز كما تعلمون أحبتي لا يجب الفعل الذي يتبع مودلز يجب أن يكون في أي تصريف يكون infinitive without to. Okay, then you should be. Be careful. Very careful. ثالثا، parents never let children watch. Okay. إذا أنا أحبتي الكلمة السر هي let. إذا الأباء لا يجب أن يترك أطفالهم أن يشاهدوا التلفاز أو يشاهدوا على التلفاز بوحدهم اللون. Okay. إذا let let ستبع الفعل infinitive without to اللي هي watch كما هي. Good. إذن رابعا عندنا can anyone show me when and use the infinitive please. إذن كلمة سر هنا كما ترون هي when. Okay. When من بين الكلمات أو ما يسمى ب question words or WH questions. إذن من يكون عندنا question words or WH questions الكلمة التي أو الفعل الذي يتبعه خصو يكون in the infinitive with to. ركزوا معي جيدا. Infinitive with to. Can anyone show me when to use the infinitive please? Five. It's stupid to think about leave now. من الحماقة أن تفكر حول المغادرة الآن. إذا كلمة السر هنا هي about. About هي preposition. إذا ملي كيكون عندنا preposition الفعل اللي كيتبعو ضروري خصو يكون في gerund اللي هي leaving. Okay. ING. صافي انت فكان ملي كيكون عندنا prepositions هنا و prepositions about, in, on, of. صافي هادوك خصهم يتبعوهم gerund. Good. نمشيو ستة. استعنى she read those papers until her eyes got red. يعني قرأت هاد الأوراق those papers حتى أصبحت عيناها أو عيونها ماذا tired، يعني هي القراية. أوكي. إذا هنا الكلمة السر هي until أو got. Got راه في simple past. إذا ملي كتكون عندنا simple past في واحد الجملة وجملة أخرى ما فيهاش conjugation خصو يكون in the past perfect اللي هي had read. إذا هنا لاحظتوا عندنا حدثان وقع في الماضي أحدهما يسبق الآخر، يعني قرأت بزاف عاد إلى درجة أنها عيو العين ديالها من القراءة. Good. سابعا، by this time next month Layla have a visa for Japan. Okay. إذا هنا كلمة السر كما تلاحظون هي by this time next month، بهذا الوقت الشهر المقبل Layla ستكون قد حصلت على تأشيرة إلى اليابان. لأن يكون عندنا by plus time يعني by شيء حاجة في المستقبل، يكون عندنا future perfect اللي هي will have plus past participle ديال الفعل have اللي هو had. صحيح هذا هو اللي هو had. من جبنا had هي past participle ديال الفعل have، و will have هي the form ديال future perfect. هذه كاينة ما نقدروش نستغنيو عنها، وهاد هي past participle ديال الفعل have اللي عندنا في الأصل. ثامناً، she phoned her parents as soon as she arrived at the airport. إذا عندنا فعل phoned in the past، وعندنا الانديكاسيون دو طون as soon as، من بين الكلمات اللي كان الانديكاسيون اللي كنلاحظوا هنا هو as soon as. ملي كيكون عندنا as soon as الفعل اللي كيتبعو خصو يكون in the past perfect اللي هي had arrived. Okay, good. تاسعاً، when I called you your phone be offline. عندما هنا كلمة السر هي when، وعندنا called in the past الفعل اللي كيتبعو خصو يكون in the past perfect. يعني عندنا حدثان، الحدث الأول عندنا called والحدث الثاني عندنا be. إذا عندنا خصو يكون
التمرين الثاني هو exercise put the verb between brackets in the correct form. نفس السؤال نعاد تمرين ثاني. الجملة الأولى I remember being a child. Okay. أن كلمة المفتاح هنا هي I remember. Remember إلى رجعت للضغط ديال الجيرن الانفينيتيف عند الخواف جوج يعني كنستعملوا مع الجيرن كنستعمل مع الانفينيتيف ولكن باش غادي نعرفوا شنو نديروا الجيرن ولا الانفينيتيف هي المعنى ديال الجملة. إذا هنا المعنى ديال الجملة يوحي إلى ماذا؟ إلى الماضي. أوكي okay. إلى الماضي لاحظتوا a child. أوكي okay. a child يعني الماضي. إذا هنا أوتوماتيكوم ملي كيكون عندنا الجملة توحي إلى الماضي كنديروا ماذا؟ جيرن. صافي عقلوا معايا مزيان. Number two, let me know. Okay, let me know if you need help. Now, كلمة سر هي let. إذا let خصك تبع شنو؟ الفعل خصو يكون ماذا؟ يبقى infinitive without to. إذا يبقى know بدون تغيير. Number three, I'm not going to show you what we're for the ceremony. سوف لن أقول لك ما الذي ستلبسه لي من أجل حفلة الزفاف ceremony. اوكي اذا كما تلاحظون معي عندنا كلمه المفتاح هي what. اذا what من بين كما سبق لنا من بين wh words ولا wh questions. يعني كيكون عندنا wh words ولا wh questions الفعل خص يتبعو يكون infinitive with to. What to wear. اوكي سوري نحيد واحد w. What to wear. اوكي ما الذي ستلبسه في الحفله. رابعا عندنا she enjoys الفعل sit. okay she enjoys sit on the comfy sofa in the veranda. يعني تستمتع بالجلوس على أريكة comfy يعني comfortable مريحة in the veranda يعني في بحال ماشي البالكون انما لاتيراس. okay لاتيراس good. اذا enjoys من بين الافعال اللي خصو يتبعوهم شنو يتبعوهم gerund. so she enjoys sitting. okay she enjoys sitting on the comfy sofa in the veranda. Five, why do you insist on make the same mistakes? لماذا مصر على ارتكاب نفس الأخطاء؟ إذا هنا كلمة السر هي insist on. وانتم لما تغلطوا بين insist on وشي حاجة عندنا preposition وهي الكلمة السر اللي عندها الفعالية أكثر. on is a preposition. إذا كما سبق لنا ذلك أن يكون عندنا preposition الفعل الذي يتبعه خصو يكون ing يعني gerund. إذا غادي تقول لي making. sorry making. okay غادي تقول لي making. سادسا عندنا they work until I told them to have a break. إذا نخدموا okay حتى أخبرتهم ماذا بأن يرتاحوا have a break يعني استراحة. إذا هنا لاحظتوا حدثان عندنا told in the past إذا الفعل اللي خصو اللي كيكون عندنا مازال ما مصرفش يكون past perfect had worked. okay had worked إذا yeah. they had worked until I told them to have a break. إذا كيسبق العمل عاد استراحة. okay كيسبق العمل عاد استراحة. سابعا by this time next month ليلى finish her research paper. يعني عندنا by this time next month في هذا الوقت الشهر المقبل ليلى finish her research ستكون قد انتهت من بحثها. اوكي okay. اذا اللي كيكون عندنا by plus time الفعل اللي كيجي مور ولا الاكسبريسيون هذا التعبير سيكون in the future perfect. the future perfect هي will have زائد ماذا past participle ديال الفعل finish اللي هي finish لحقاش finish it's irregular يعني كنزيدوها غير ED. ثامنا they sell their house before they move it to casa. إذا هنا عندنا كلمة سير before أن moved in simple past. إذا غير كتلقاو الجملة ديالكم فيها جوج ديال الأفعال الفعل اللي ديجا مكونجيكي في simple past. إذا الفعل الذي يبقى بدون تصريف سيكون في past perfect. إذا had sold صافي غتكون الجملة ديالنا had sold. they had sold their house before they moved to casa. نفس الشيء إذا لقيتوا الفعل had sold conjugate وعندنا move بين قوسين إذا غادي يكون simple past. آخر جملة when the guests arrived we arranged everything already. نعملنا when وعندنا نفس الشيء هنا arrived in simple past. إذا الفعل اللي خص يكون هنا يكون في past perfectly arranged. okay
التمرين الثالث exercise 3 put the verb between brackets in the correct form. الجملة الأولى keep smile you are being watched. ابقى على ابتسامة أو حافظ على الابتسامة إنك مراقب. إذا الكلمة السر حبتي هي keep وkeep من بين الكلمات okay. keep من بين كلمة التي يتبعها ماذا يتبعها gerund. إذا keep smiling okay. keep smiling you are being watched يعني ابقى حافظ على الابتسامة إنك مراقب. Number two sorry but nobody is going to help you do the quiz. آسف لا أحد سيساعدك في حل هذا التمرين أو هذا الفرض. إذا عندنا الكلمة السر هي help. Okay. إذا عندنا help رجعنا القواعد ديال الضبط ديال الانفينيتيف كتمشي معها إما do okay without to okay do without to or to do okay or to do بجوج. Help كتمشي معها إما infinitive without to or infinitive with to. صافي متفقين. مشيو ثلاثة. Do you know how and start? Do you know how start this old computer? إذا هنا الكلمة السر المفتاح هي how. إذا كما سبق لنا الذكر في التمارين السابقة how من بين كلمة ديال WH words. إذا كيكون عندنا WH words الفعل كيكون infinitive with to. اللي هو to start. Okay? Good. Number four. I'm just tired of and I get bad grades. Okay, I'm just tired of get bad grades. إذا الكلمة السر هنا أحبتي هي tired of أو of فقط of اللي هي أنا تعبت من حصول على نقاط سيئة أو مستويات سيئة. إذا هنا اللي كيكون عندنا preposition كما سبق من الذكر الفعل تتبعه يكون I, in, G. إذا I'm getting, I'm just tired of getting bad grades. Good. Number five. I want you and هنا finish the quiz. إذن هنا كلمة المفتاح ولا كلمة السر هي want. إذا ملي كيكون عندنا want هنا بين كلمة المستقبلية أريد أن. إذا ملي كيكون عندنا شي حاجة مستقبل كنديرو معاها to plus infinitive. إذن I want you to finish the quiz. Good. سادسا she wait. Okay. She wait outside. يعني انتظرت خارج في الخارج until all the kids came back حتى كل الأطفال عادوا أو رجعوا. Okay. إذا عندنا جوج ديال الأحداث. إذا until all the kids came. إذا عندنا came in the simple past. إذا الفعل اللي كيكون بدون تصريف يكون past perfectly had waited. Okay. had waited until the kids came. نفس الشيء لو كان عندنا هنا ديجا عطاونا had waited إذا هذا الفعل came هنا غادي نديرو في simple past. تفهم؟ سابعا as soon as my mother entered my room she started complaining. Okay. يعني غير الأم ديالي دخلت الغرفة ديالي بدأت في ماذا في الشكاية. يعني عندنا started هي okay started in the past. إذن هذه as soon as سيتبع past perfect كما سبق لنا الذكر هي had in entered okay had entered in my room she started complaining. Number eight by the time I finished my coffee they sign all the papers. إذا by the time I finished إذا رحت هنا أحبتي عندنا هنا I finished إذا هنا finished رحتو in the past. إذا الفعل اللي خصو يكون هنا أوكي الفعل اللي خصو يكون هنا إذا ركزوا معايا مزيان finished راه في past. الفعل اللي خصو يكون هنا خصو يكون in the past perfect they had signed ماشي future perfect. وقاش كنديرو future perfect okay sorry هنا نحيد H. فوقاش كنديرو future perfect كنديرو future perfect إلا عندنا هنا فهاد assigned يكون عندنا present okay يكون عندنا present. إذا ما عندناش present ما غادي نديروش future perfect كنديرو past perfect. Good. تاسعا by 10 this morning ليلى fill in both forms. إذا هنا by this 10 this morning يعني by plus time in the future. إذا هنا سهلة الجملة ديالنا هنا إذا كنديرو future perfect اللي هي will have زائد ماذا past participle اللي هي filled. Fill تقول لي fill. Okay. حاولوا تتابعوا مزيان باش تركزوا حاولوا مع التمرين الرابع. التمرين الرابع نفس الشيء التمرين ديال conjugation الافعال. إذن first sentence we have here the baby sleep
until his mother woke him up. هنا لاحظتوا هنا الحدثان، حدث ديال baby sleep، حدث mother woke him up. هنا woke it's in the past. إذا هذا الفعل اللي كيكون هنا سيكون in the past perfect. Okay, سيكون in the past perfect اللي هو had slept. They had slept. Number two, after I watched the video, I couldn't sleep that night. إذن أنا after كلمة سير، then after اللي كتكون عندنا الفعل اللي خصيت بعد سيكون in the past perfect، وعندنا تاني هنا simple past. إذن couldn't it's in simple past. إذن هذا سيكون in the past perfect هي had watched. Okay, had watched. إذن after I had watched the video, I couldn't sleep that night. Okay. حاولوا تركزوا معايا، عقلوا على after خصوصا past perfect العكس ديال before، ملي كيكون عندنا before خصوصا simple past. 3. By the time the teacher arrives, we be ready for the test. في الوقت اللي غادي يوصل الأستاذ غادي يكون حنايا مستعدين للامتحان. إذا by the time the teacher arrives، إذا لاحظتوا هنا الفرق ما بين التمرين السابق وهذا arrives it's in simple present. إذا الفعل اللي خصو يكون هنا يكون in the future perfectly هي will have plus past participle ديال الفعل بي هو been. صافي. اذا by the time the teacher arrives we will have been ready for the test. اذا نمشيو للجمله 4. And yesterday Layla prepared lunch before she went to work. اذا prepare and went to work وانا before. اذا قلنا before كيف مع simple past هو when. اذا الفعل اللي كيكون هنا they don't sleep سيكون in the past perfect. إذن had prepared. Okay, had prepared. يعني البارح ليلة حتى وجدت سميتو lunch الغداء عاد مشات تخدم. يعني ماشي مشات تخدم عاد وجدت الغداء، لا. يعني الأكسو اللي كيسبق هو had prepared lunch عاد مشات تخدم. Okay. نمشيو 5. He makes me not smile whenever I see him. Okay. عندنا الكلمة المفتاحية هي makes. He makes me ماذا؟ smile. كتبقى infinitive without to. إذن بين الأفعال اللي كان يكون عندنا كيبقى الفعل infinitive without to عندنا let, make و help. صافي. Let, make, help. Good. إذن هنا نمشيو 6. There are no excuses for not and help the needy. إذن الكلمة السر هي for. For شنو قلنا على for؟ It is a preposition. إذا ملي كيكون عندنا preposition شوفوا الفعل اللي كيكون بعد preposition نفسه يكون ing. إذا helping. ممكن كاين شي وحدين يتسألوا had not. شنو غادي نديروا؟ had not غير negative. صافي. There are no excuses for not helping the needy. ليس هناك أعذار لعدم مساعدة المحتاج. needy هو المحتاج. 7. How about have a sandwich after the test؟ ماذا عن ساندويتش يعني بعد ماذا؟ بعد الامتحان. اذا كما تلاحظون عندنا about it is a preposition. اذا كما قلنا سابقا الفعل اللي كيتبع preposition كيكون ماذا؟ in the gerund. صافي. in the gerund يعني verb plus ing. اذا what how about having a sandwich after the test. good. 8. he is used to and not chat online all day. إذا هنا ركزوا معايا مزيان. is used to يعني be used to. إذا هذه واخا عندنا to ولكن فعل chat ما غاديش يبقى infinitive. اوكي. إذا is used to chatting. علاش؟ عندنا من بين الإكسبرسيون اللي كيتبعهم الجيران هي be used to. عندنا في اللغة الإنجليزية used to بوحدتها وعندنا be used to. be used to كيتبعها الجيران ولكن used to صافي بلا الفعل to be بلا is ولا am ولا are كيتبعها infinitive. إذا هنا be used to ولا is used to chatting. Okay. used to chatting. جير. good. 9. يعني. you'd better check for mistakes before you leave. إذا الكلمة السر هنا أحبتي هي you'd better. you'd better من بين الأفعال من بين كلمة ديال models. Okay. من الأفضل models كنصيحة. Okay. إذا models معروفين الفعل اللي خصو يتبعهم كيكون infinitive without to. Okay. نحاول إذا كما تلاحظون من خامس عندنا put the verb between brackets in the correct form. إذا نفس السؤال. السؤال الأول stop عندنا worried so much the test is easy. يعني وقف
القلق يعني ما تقلقش ما تقلقش بزاف. التست از ايزي الامتحان سهل. اذا عندنا ستوب من بين الكلمات اللي كنستعملوه موراهم اما جيرند ولا انفينيتيف ولكن على حسب السياق ديال الجمله. اذا هنا هذا worry يعني عنده قلق عنده عاده يعني ملي كيكون شي حاجه عاده ولا شي حاجه في الماضي اذا كنديروا جيرند ستوب worrying. Okay, stop worrying so much. This is easy. Number two, okay. Number two, عنا, you should enjoy do the test. يجب أن تستمتع بالامتحان بقيام الامتحان أو باجتياز الامتحان. إذا عنا should ممكن تقولوا لي راه should خصوصاً بعد infinitive. إذا should ها هو الفعل اللي تبعه هي enjoy أو infinitive without do. إذا دبل enjoy خصوصاً بعد الفعل الآخر اللي هو do. إذا enjoy بين الأفعال اللي كتبها كيكون gerund. So enjoy doing and استمتع بي. Okay. Three. Focus on how answer tricky questions. ركز جيدا كيف تجيب على tricky questions. Tricky questions أسئلة يعني خادعة tricky فيها اللعبات. Okay. Focus on how. إذا how بين الكلمات اللي كنقولوا ماذا؟ كلمات ديال WH questions ولا WH words. إذا هنا WH words قلنا كتبها 2 plus infinitive. How to answer. Okay, how to answer. 4. You'd better be calm and concentrated. من الأفضل أن تكون هادئ ومركز. Concentrated. Okay, that's what you need at the moment. عندما تحتاجونه في هذه الآونة أن يكون الإنسان هادئ ومركز تركيزا جيدا. ركزوا مزيان. إذن ربعا يتبادل من بين الكلمات ديال models و models كتبع ماذا infinitive without do قبلي. Thank you for أنا كلمة سير هي for. إذن لكي يكون عندنا for هي preposition. إذن لكي يكون عندنا preposition الفعل كي يكون ing. Thank you for taking the advice seriously. شكرا على أخذك النصيحة بجدية. Okay. ستة. Before he got rich, he worked hard for years. يعني قبل ما يصبح غني. Before he got rich, شنو دار؟ يعني عندنا الفعل got in the past. وعندنا before كتبع past. عندنا الفعل الآخر يكون in the past perfect. He worked. Okay. He had worked hard for years. يعني خدم زاج بجيد لسنوات عاد أصبح غنيا. سابعا. By the year 2030, mobile phones become a story from the past. يعني مع 2030 الهواتف الخلوية ولا الهواتف النقالة ستصبح ماذا حكاية من الماضي story from the past. يعني عندنا by plus time الفعل سيكون in the future perfectly هي have plus past participle will become هي become كما هي بدون تغيير. عندنا become became يعني are ولا a هنا in the past و past participle كترجع نفس الفورم ديال infinity. ثامناً, as soon as she had returned home, she started cleaning the house. إذن لاحظوا معي هنا. As soon as, past perfect. إذن الفعل اللي كيبقى لنا هنا سيكون فين؟ سيكون in the simple past. Started. Okay? سيكون in the simple past. إذن as soon as she had started, as soon as she had returned home, she started cleaning the house. إذن احتارش عاد الدار عاد بدأت كتنظف المنزل. Okay, عدد كتنظف في المنزل. Good. So, by the time lunch is served, يعني في الوقت اللي الغداء غادي يوجد, we die out of hunger. يعني لاحظوا by plus time, زائد هنا الفعل, شوفوا معايا بالأخضر, فعل في simple present. إذا هنا is, وخلنا served, يعني مبني للمجهول. إذا simple present, يعني كيكون simple present, ولا time in the future can do future perfectly here. Will plus have plus past participle will die here. Died. Okay, we will have died. Okay, by the time, by the time lunch is served, we will have died out of hunger. Okay, we will have died out of hunger.